وكان عاهل البلاد المفدى قد غادر مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عائدا بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن، حيث كان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرة مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والسيد إبراهيم المسلماني قنصل عام مملكة البحرين في مدينة جدة وأعضاء القنصلية البحرينية. رافقت جلالة العاهل المفدى السلامة في الحل والترحال.